تتعدد أهداف الناس في الظهور بأجسام تليق بشخصياتهم، وتتعدد كذلك الطرق للوصول لتلك الأهداف. فالبعض يعطي نفسه الوقت الكافي حتى يصل إلى نتيجة صحية ملائمة لطبيعة الجسم، والبعض الآخر يستخدم العديد من الأساليب والممارسات الخاطئة في الحصول على نتائج سريعة. نتعرف على أبرز هالممارسات وكيف نقدر نستبدلها بالممارسات الصحية والآمنة مع ضيفي مدرب كمال الأجسام الكابتن جانتي. يا مرحبا بك في إكسبلور. مرحبا بك حبيب. كابتن جانتي، في البداية من وين حابني أبدأ؟ الانتباه لأبانا؟ لتريده. طيب كابتن جانتي، أول شيء، في ناس تتمرن في الجيم لكمال الأجسام وفي ناس تتمرن للجيم رياضة، فهل في فرق بين كمال الأجسام والرياضة العادية لايف ستايل ولا لا؟ طبعا في فرق كلش كبير بين الاثنين، ابدا ما يتقارن هاي بهاي. شو الفرق؟ لعبة كمال الأجسام بشكل عام هي لعبة تعتبر 24 ساعة. حلو. 24 ساعة بمعنى 24 على 24 انت تتمرن. أوكي. ان كان بنظامك الغذائي، ان كان بنومك، ان كان بطريقة حياتك، بطلعتك مشاويرك برا، باستخدامك للسبلمنت، بأكلك، بكل محسوب، فتعتبر 24 ساعة انت في نظام. حلو. اذا تريد تصير بودي بيلدينج برو، صاحب ستيج، صاحب بطولات، صاحب فورما، تختلف عن الناس كلها. بينما لما تكون لايف ستايل، لا، مجرد انه اكل صحي، تعيش حياتك بشيء طبيعي وما تجهد نفسك ولا تروح للنيكست ليفل، الاجهاد العالي. حلو. اثناء التمرين او لانه لاعب كمال الأجسام عنده شيء حب الذات، شيء مرعب فعلا. صح. يعني لاعب كمال الأجسام تقدر تشاركه بكل شيء بحياته، بس لا تشاركه بوجبة أكل. صح. عرفت شلون؟ لا تشاركه يمكن بمعلومة هو حابب يضمها لنفسه. فهي هاي حب الذات، لكن الإنسان اللي يريد يعيشها لايف ستايل يكون كلش طبيعي والموضوع مرتب. طيب كابتن، ما تخبرني شو أكثر الأشياء أو الأخطاء اللي يطيحون فيها الشباب في ممارسات لعبة كمال الأجسام؟ حلو سؤالك هذا، بس من ناحية تمرين ولا لايف ستايل، حياته الخارجية خارج الجيم ولا الأكل، التغذية؟ خلنا ناخذهم واحدة واحدة. حلو. بالتمرين، التمرين، الإجهاد البدني، أن يروح على التمرين أكثر مما يتحمل جسمه. في كثير ناس حاطين قاعدة براسهم بأنه هو كل ما ضغط أكثر كل ما يجيب نتيجة. صح. كل ما زاد التمارين يجيب نتيجة. لا، فعلاً أنه لعبة كمال الأجسام تحتاج مجهود عالي، تحتاج ضغط، لكن بالمكان الصحيح، بالزاوية الصحيحة، بالمجهود اللي أحطه على قدر أنا شقد عندي طاقة بهذا اليوم فقط. لكن إذا أروح أكثر مما يتحمل جسمي، أنت بلشت تخلي جسمك ينهار، العضلة تنهار، والتطور مالتك يتراجع. صحيح. هاي بالنسبة للتمرين. للتمرين، تمام. بالنسبة مثلاً اللايف ستايل، حياتك الخارجية برا، ساعة بيولوجية، ما حد ملتزم ساعة بيولوجية، تلاقي خطية أنه هو يتمرن ويأخذ سابلمنت وكل شيء تمام ويعطي مجهود جيد بالتمرين، لكن ساعة بيولوجية ماكو. شلون؟ وجبة الإفطار مثلاً، أبسط شيء، تمام. قاعد الصبح مثلا من النوم، غسل وجهه صاحبنا، بدل هدومه وطلع على العمل. أوكي. بينما هو عنده عضلات. انت لما تقعد من النوم، هاي اهم وجبه يحتاجها جسمك كلاعب كمال أجسام، تغذيها العضلات اللي عندك. لان انت اثناء النوم الستور ماتك اللي موجود بالكبد صرفته كله، كلوكاجين وهاي الشغلات كلها راحت للعضلات. صح. استنفذتها كلها اثناء النوم. فلما تقعد جسمك يكون بامس حاجه للبروتين، بأمس حاجة لكربوهيدرات، بأمس حاجة لطاقة. فأنت أكبر غلطة تسويها أنك تفيق من النوم مباشرة على شغلك، بس توصل الشغل وتأكل. هاي ساعة بيولوجية نسميها. ساعة بيولوجية ثانية، وقت النوم ماله، ما في وقت نوم ثابت. تلاقيه ينام ساعة واحدة، ينام ساعة ثمانية، ينام ساعة عشرة، ينام ساعة ثلاثة الصبح. هذا أكثر شيء يحطم جسمك. إذا تأخذ هرمونات، إذا تأكل أكل صحي، إذا تتمرن بشكل جيد، إذا تأخذ سابلمنت والنوم مالك سيء، ولا كأنك سويت شيء. صح. هاي بالنسبة للنوم ساعة البيولوجية. ساعة البيولوجية الثانية هماتين بموضوع التمرين. في تلاقي كثير شباب، تلاقي يفوت للجيم اتمرن البلية لليوم. أوكي. ثاني يوم الصبح راح يتمرن. ما ريح العضلة. ماكو. كم ساعة أنت أخذت؟ هي الفكرة مو شغلت إنه ريحت العضلة. أنت في عندك استشفاء عضلي وفي عندك استشفاء عصبي. الاستشفاء العصبي جسمك يريد يبتعد عن التمرين، عن المجهود. هاي الطاقة الكهربائية اللي موجودة بجسمك ما يصير تحطها بالجيم بهذا الشكل. ضروري انك تبتعد عن الجيم علشان تسوي تشارج، تشحن هاي الطاقه الكهربائيه اللي موجوده العصبيه. ما حد يعرفها ولا احد يتكلم فيها، كلهم يتكلمون ان شو وقت اكل. صح. واكلت زين لو لا، نمت زين لو لا، وخلص اروح الجيم. صح. مو بس هاي غير كافي، لازم تريح العضله والاعصاب. الاعصاب ضروري انك تريحها علشان تعطي اداء احسن، علشان هرموناتك تصير متوازنه مضبوطه، علشان صح. ادائك يصير جيد، وعضله القلب هماتي. صحيح. انت قبل شوي كابتن تطرقت للهرمونات. قاعدين نشوف الأيام الماضية الناس صارت تدخل الجيم شهر شهرين يبي يعضل،
فيتطرق انه ياخذ هرمون. صح، بس بطريقه خاطئه. فانت اول شيء مع او ضد الهرمون؟ انا مش ضد الهرمون، خلينا نكون واقعيين، انا اخذ هرمونات. اوكي. وماكو انسان يوصل لمرحله متقدمه ما ياخذ هرمونات. واذا اكو انسان شخص مدني او شخص باي مكان فات وشاف لاعب كمال اجسام عنده عضلات وقال له إيه انت تاخذ هرمونات، هذا الانسان عديم ثقافه، مع احترامي له. اوكي. شلون عديم ثقافه؟ هذا السؤال اصلا هو غلط. هاي الاجابه او اصلا هو اللي يتكلمها هاي معلومه غلط. تدري ليش؟ لانه ما يصير اصلا شخص يوصل لهذا المستوى اذا ما يدخل هرمونات. ما يصير. صح. انت الغدد اللي موجوده بجسمك غير كافيه على انتاج هرمونات تكفي هذا الجسم او هاي الكتله العضليه. صحيح. فانت مجبور انك تدخل خارجي على انك تعمل عضلات، لكن نقطه، لا تخلي نفسك عباره عن سمكه يصطادك المدرب او يصطادك صاحب الجيم علشان يتاجر براسك. ضروري انك تاخذ اللي يحتاجه جسمك. صح. ولا تشتري من مدرب لا بروتين ولا هرمون. لا تشتري من مدرب. لا تشتري من مدرب. ليش؟ السبب لانه المدرب اذا يريد يبيعك يريد يتاجر براسك، ما راح يبيعك المنتج اللي انت تحتاجه. يعني بيبيع لك اغلى شيء يمكن عنده. لا 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 لا، ما راح يبيعك المنتج اللي انت تحتاجه، راح يبيعك المنتج اللي هو يريد يخلص من عنده. بالسكر. اللي هو يريد يبيعه ويخلصه، اللي موجود عنده. اي خلاص، هو يريد يمشي عليك، فانت تعتبر عباره عن صيده بالنسبه له. حلو. فهي هاي قاعده. والمدرب اصلا اللي يخاف الله ما يفوت بهذا المجال، يقول لك شنو تحتاج، يقول لك هذا روح شوف هرموناتك، سوي لك فحص صغير، تمام، شوف نسبة. صح. التيست عندك، إذا ناقص شوية تقدر تدخل، تقدر تعوض، تقدر تجيب خارجي وتدخل محسنات أداء بعدين توصل مرحلة. وشغلة ثانية، باستخدام الهرمونات الخاطئ، في كثير ناس ياخذ هرمونات عم يطلع عضلات. صح. هذا الكلام غلط. هذا اللي حاصل أصلا. من تطلع لك عضلات تحتاج هرمونات أدخل، من تطلع لك عضلات تحتاج سابلمنت أكثر تدخل. صح. من تطلع لك عضلات تحتاج بروتين أو كمية أكل كافية، حتى الأكل مش بس الهرمونات، حتى الأكل. يعني أنت ما يصير تأكل الوجبة اللي يأكلها جانتي أو الوجبة اللي يأكلها مثلا شخص وزنه 120 كيلو 110 كيلو أنت وزنك 70، على أساس شنو أنه أنا أصير مثله؟ أو أخذ الهرمونات اللي شخص يأخذها وزنه 120 على مود أصير مثله. صح. أو أكل مثلا أخذ السابلمنت اللي يأخذها شخص وزنه 120 أو 100 كيلو على مود أصير مثله. لا، هذا مفهوم غلط. صح. هاي اللعبة تجي بالتدريج بالأرقام. يعني أنت تقصد كابتن من البداية أن أنا أكون القاعدة. ممتاز. أكون جسمي بعدين أشوف جسمي شو يحتاج أبدأ أدخل. وهكذا، لأن هي الفعل الشغلة مش شغلة أنه كوكتيل أدخله لجسمي وخلاص. يعني حتى الناس اللي عندهم دهون ما أنصح أنه يأخذ حارق دهون من البداية أو يمسك حمية أبدا. أنا بالبداية أنصح أنه يروح يتمرن، تمام، يحس بالطاقة مالته، بالقوة، يصير يلعب شوية كارديو، يلعب مع جروبات، بس يتحمس شوية ويصير عنده كتلة عضلية يقدر يبلش وراها. صح. شوية يبتعد عن الخبز، عن الهاي وهالسوالف. كابتن، ما أدري أبغاك تعقب على كلامي إذا هو صحيح ولا لا. أصلاً هو لو بدأ في التمرين بدون أي حارق دهون أو أي شيء راح ينزل تلقائي، لأن فيه ماي بجسمه راح ينزل في البداية. أتفق وياك، هذا كلام. يمكن أول شهر ينزل 3-4 كيلو بالمرتاح. هذا كلام إنسان مثقف، لأنه هي أصلاً بهذا الشكل. لكن مشكلة هذا الشخص إنه يكون متحمس أكثر من اللازم، يريد يسوي أي شيء. اي شيء. يعني انا باللايف واحد يسالني. صح. قال لي كابتن الكرش شلون اوخره؟ ترى كرش هذا مو دمله طالع لك الحين، حاطين لك كريم للكرش. والله وهي هاي التجاره اللي قاعد تصير، كريم للكرش ودهن يشيل اللغلوغ ويطلع لك حواجب ودهن يكبر العضله الفلانيه ويصغر المدري. ماكو هالكلام، هذا ما يصير. صح. هذا الاشياء قاعد تشوفها وايد. لا لا، وهاي الاجهزه اللي ركبوها على اساس انه تحرق الدهون وتجيب لك عضلات. يا العضله تحتاج بكي، دموع، اوزان. صح. تتمزق، استشفاء، اكل، نوم، تغذيه، مو مال هيك شيء. صح. يعني الحين اللي ياسين يشوفون كابتن جانتي اليوم يالس هني بهالجسم الممتاز ما شاء الله تبارك الرحمن، انتم ما تشوفونه في الجيم هو شو يسوي عشان يوصل لهالمرحله؟ يعني مجهود فعلا، مجهود والله كبير. العظيم. لكن انا احترم طاقتي وما اجهد نفسي اكثر ما يتحمل جسمي. كابتن، نفس ما قلت انت قبل شوي، هذا كلام شخص مثقف. ليش؟ لان الناس اصلا يقولك انا بعضل من برا، بس انا من داخل من خربان. دمر من دمر من خربان. داخل. فلا، انا حافظ من داخل بعدين انتج على برا. هذا الموضوع، هذا الكلام، هذا الكلام. على فكره تفضل اعقب شغله صغيره. انا سابقا كان هدفي وحلمي اني اوصل 130 كيلو عضلات. حلو. عضلات، عضلات. وصلت 121، وصلت لدرجه انه ما اقدر اربط الجوتي مالي. ما تقدر تنزل. ما اقدر انزل، ما اقدر اغسل وجهي الصبح، والله العظيم اغسل ما صادق. ايدي ما توصل. صادق. ما اقدر احك شعر راسي من ورا، اذني ما اقدر، ما اقدر، العفو منك، انظفها من العضل الزايد، من العضل. عرفت شو ورا هذا؟ شنو لقيت؟ لقيت بانه اعضائي ما قاعد تتحمل. إيه؟ القلب، الكبد، الكلى، تمام، ما قاعد تتحمل هذا المجهود. ضغطها، ضغط عالي جدا، حتى اكسجين ماكو بجسمي. ليش؟ لانه هذا الحجم من العضلات
يحتاج دورة دموية، يحتاج عضلة قلب قوية تقدر تفرز الدورة الدموية لهذا الجسم فوق التمرين وفوق الهرمونات وفوق السابلمنت. الدم مالك يكون ثك ثخين صح، تمام، والكلية هماتين والكبد. فبعد ما اعترفت بيني وبين نفسي بأنه أنا هذا كلش صعب وكلش خطر علي، خلاص ابتعدت عن هاي الفكرة وتراجعت. كابتن، في وايد ناس يقولون إن لاعب كمال الأجسام مجرد شكل، بس لما تيجي بتشوف اللياقة أو أداء مثلا رياضي ما تحصل عنده، هل الكلام صحيح ولا لا؟ الأوفر ويت صح، أنا أتفق وياك، الأوفر ويت صح مليون بالمية. ليش؟ لأنه ثقيل هو أصلا، ثقيل هاي أول شغلة. ثاني شغلة، مو هو ما عنده لياقة لأنه الكلية ما الرئة ما ضعيفة، لا، لأنه هذا الشخص بهذا الحجم الكتلة العضلية إذا تحرك أكثر مما يتحمل جسمه هاي العضلات راح تتحرك، ولما تتحرك هاي العضلات تحتاج دورة دموية، والدورة الدموية هي مكونة من أكسجين وبلازما وكريات دم بيضاء وحمراء، تمام؟ فلما يستنفذ الأكسجين على هاي العضلات يتعب، صح، ما يتحمل، فهذا شيء طبيعي. لكن الجسم اللي كان مثلا حسب الطول، طبعا هي تعتبر مثلا بطولي أنا على وزن 80، أنا طولي 171، حلو، على طول 80، على وزن 80 85 كيلو ماكسيموم يكون بيرفكت، صحي، ما في مشاكل، تمام، وجسم جيد حلو لا بأس فيه. لكن هي مشكلة الطمع، مشكلة الطمع، الإنسان طماع، هي يبغى يوصل، هي هاي. لكن أنا وصلت لقناعة إنه أنا ما راح أطلع عن 105 كيلو، وهذا هماتي يعتبر أوفر على جسمي، لكن قاعد أحاول أسوي بالانس بالموضوع. الحين نشوف الشباب يدخل الجيم، تمام، شهرين ثلاثة شهور ماكسيمم، خذ هرمون، عضل، وصل مستوى جميل للأمانة. أول شيء يسويه روح البايو في الانستغرام، يكتب الكوتش بالتواصل البطل العالمي بالضبط. فلازم نفهم الناس ان مشكل واحد معضل مدرب، هاي قاعده ضروري يفهموها الشباب ويفهموها الناس. صعب، مو كل شخص عنده عضلات يكون مدرب، لكن صعب شخص ما عنده عضلات يطلع لك عضلات او يكون مدرب، ما يصير. هاي قاعده لازم نمشي عليها. في كثير ناس عندهم عضلات، لكن هاي العضلات في ناس دربوهم عملوا لهم جسم، تمام، فعلى ضوء هذا الجسم صارت عنده عضلات، صار جسمه حلو، لكن صار يتفلسف وصار يشوف الناس كلها غلط. وعلى فكرة أنا وقعت بهذا الشيء. أوكي. أنا أعترف لك. كنا بالمدرسة القديمة جماعة 90، تمام، وجماعة 85 المواليد، بس جماعة اللي بلشهم بالتسعين، بسنة 90 بلعبة كمال السام، يعرفون شنو قاعد أتكلم. كانت براسنا بأنه كل ما تشكيت تكبر العضلات، وين ما حطيت الهرمون بجسمك طلعت عضلة. أوكي. هاي القاعدة. ناصر الصنباطي وميلوس وغيره وغيره وغيره. كثير محترفين عالم ولاعبين مستر أولمبيا ضربهم الموضعي وأخذهم الهرمونات بالطريقة اللي أنا أقول لك عليها واللي أنا أخذت. أوكي. تمام؟ لكن وصلنا لمرحلة أنه صرنا نفهم ونعرف بأنه شنية الهرمونات ومنين تطلع وشلون تصير وشلون تشتغل. طيب كابتن، أنت مع أو ضد حوارة الدهون؟ أنا مع المحفزات أو المساعدات بحوارة الدهون. ماكو شيء بالدنيا اسمه حارق الدهون. هو صح، هاي بس هو هذا المتداول، يعني الناس اللي بتعرفه حارق الدهون. حارق الدهون كله عبارة عن سايد افكت، كل حوارق الدهون عبارة عن سايد افكت. شلون؟ تاخذ حارق دهون مثلا يرفع عندك دقات القلب، صح، على حساب انه ارتفعت دقات القلب زاد عندك الميتابوليزم وارتفعت حرارة جسمك وصرت تحرق. طيب دقات القلب انا اقدر ارفعها بالتريدميل، ليش الا اخذ شغلات ثانية؟ لكن هو يدور الاسرع. هاي شغلة، في حوارق دهون تخلي الكبد مالك او الكلية تشتغل 50% من شغلها الطبيعي. لازم تدخل معاها لب 52 عشان لا ما يدخلون. هو مو خايف عليك تدخل ولا ما تدخل، انت اخر همه، هو همه يبيعك. لكن انك تخلي الكبد مالك تشتغل 50% على اساس انك ما توصل بروتينات او ما تنطي اللي يحتاجه جسمك، لكن على حساب انك تاذي الكبد مالك. في حوارق دهون ثانيه تاخذها، امتصاص الامعاء تخليك جدا سيء، تاخذ الاكل فضلات. اوكي. على انك حارق دهون وتلاقي صاحبنا بلش يكش جسمه وينزل ويتراجع على والله هذا حارق دهون. في حوارق دهون تشتغل على الجهاز العصبي، تخليك دائما منرفز، صح، ودائما اعصاب وهايبر. انت لما تكون هايبر دائما اعصاب ورجفه بالجسم، ورجفه بالجسم، على هاي اكيد تحرق دهون. لكن هاي قواعد حوارق الدهون، هذا قاعده ماشيين بها كامله، صحيح. هي هاي حوارق الدهون. لكن في منتج يروح على الدهون مباشره على ذره الدهون يحرقها، مستحيل، غير الكارديو والاكسجين اللي يدخل بجسمك بشكل سريع. طيب الكارديو، انت تفضل كارديو على انت السمك على الصباح معده فاضيه كارديو حسب هدفك، ممكن هاي طريقه وفي طرق ثانيه كثيره. لكن انا كارديو تلعب بالموبايل هذا مو كارديو، كارديو قاعد تحكي تليفون هذا مو كارديو. الكارديو لما تطلع عليه لما ما تقدر تتكلم
ليش؟ لأنك مشغول بالتنفس. ناس فريقك صحيح. عرفت شلون؟ هذا اسمه كارديو. كارديو لما تطلع عليه وتنزل عرق هذا كارديو. كارديو تحكي ويا تليفون تشتغل واتساب هذا ما يعتبر كارديو. ضروري يكون عندك هارد ريت عالي علشان يصير عندك حرق الدهون. حلو. أنت شاركت الستيج قبل؟ شاركت هواية. طيب. كثير. ليش أنت ضد الستيج؟ شو السبب؟ أنت تعرف كثير أبطال. صح. قل لي شنو استفادوا من لعبة كمال السام؟ خلينا نقول. قول. أول شيء. لا تجيب أسماء. أوكي. أول شيء شهرة. شهرة وين؟ شهرة إنه هو مثلاً المشاركين مستر أولمبيا أتكلم. زين. شهرة إنه وصل مستر أولمبيا. لعب مع أبطال العالم. وبعدين. كأس العالم. ايه؟ هي المستر أولمبيا أو كمال السام في الستيج يعني أنت كأنك خدت كأس العالم. حلو. أنا أحترم هذا الشيء. أنت كأنك خدت كأس العالم إنه أنت خدت بطولة العالم. زين. أنت رحت على مستر أولمبيا. بس أنت تدري مستر أولمبيا يحتاج على مدي وصل؟ لا يحتاج وايد أشياء. كثير بطولات عشان تتأهل. هي مو شغلة انك طلعت من الامارات، انت اماراتي طلعت من الامارات اخذت بطولة الامارات واخذت بطولة العالم ورحت على اولمبيا. لا مستحيل. في عندك مراحل مراحل مرعبة. يعني ضروري انك تترك حياتك وبتفوت كمال السنة علشان تقدر توصل مستر اولمبيا. يعني مجرد صعودك على ستيج مستر اولمبيا انت سويت شيء ما حد سواه بالعالم. هذا انجاز مجرد صعودك هناك. لكن الناس مو فهمانين انه مستر اولمبيا شنو تريد. كرت الاحتراف حق مستر اولمبيا هذا انجاز. والناس مو فهمانين شنو تريد مستر اولمبيا. عبالهم مستر اولمبيا خلاص واحد عنده عضلات يروح يشارك. مستر اولمبيا لعبان نفس على مود توصلها. يعني كابتن انا بديت افهم منك ان انت ليش ما تحب توقف على الستيج، وما ادري يمكن صح ولا لا. حلو. انت ما تحب توقف على الستيج ان انت قاعد تضر جسمك من داخل عشان يبين جسمك. هذا اولا. ثاني شيء ضرت حياتك. حياتك كل شيء عندك مبارك. ما عندك فلوس، ما عندك حياه. يعني اكثر الابطال اللي موجودين حاليا هو عباره عن شو، بس روح شوف حياته الشخصيه متدمره. ولا تقول لي هذول اللي قاعد يجون انه طالع في فيراري ومصور نفسه بالصحراء ولابس عقال ويا جمل ويا لا، هذا شو. هذول يجون يعيشون الحلم الاماراتي مو الحلم الامريكي. لا، الحلم الاماراتي صار ويجون امريكا ويجون اسيا وشرق اسيا وكلهم يجون للامارات علشان يعيش الحلم الاماراتي اللي هو سيارة وفلوس تمام وبادي بيلدينج وعضلات، لكن هو بالأصل ما عنده. والناس صحيح. مخدوعين بهذا الشيء أنه أنا طلعت عضلات صرت بطل، أنا طلعت عضلات صرت مشهور صارت عندي فلوس. صحيح. لا، هذا الكلام غير صحيح. كابتن جانتي عادي أختم ولا أعاف عليك؟ نختم. يعطيك العافية كابتن جانتي ونورتنا في إكسبلور. إلي الشرف والله على رأسي وكلش مشكور أنا على الفجيرة وبطولات الفجيرة اللي قاعد تصير، لأن هاي بطولات دولية. صحيح. تمام. والستيج مو بعيد علينا، موجود هنا الستيج. صحيح. الدولي فيها مبالغ مالية. هاي البطولات اللي أنا أشجع عليها.